إذا مشاهدي محمد بريس، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر اللي كنقلوه لكم مباشرة من المقاطعة الحضرية الرابعة بمدينة المحمدية، حيث الانطلاقة ديال السلطات لغلق كراجات بيع أضاحي العيد. إذن بقوا معنا في البث المباشر. عيط لشيبة في التليفون ديالي. لا صافي، أنا نبارطاجي راه. صافي. إذن بقوا معنا في البث المباشر. الله يخليكم، أكدوا لينا الصوت، أكدوا لينا الصوت. غادي نقلوا لكم هذه العملية ديال السلطات في مدينة المحمدية اللي كتقوم بغلق كراجات بيع الأضاحي بالمدينة. لا لا صافي صافي، غادي نبقاو معنا، كنقوموا بعملية تقنية عاد باش نتكلموا ونوضحوا لكم الصوت. الله يخليكم، اكدوا لينا الصوت. تسكت عبرك مهم فهمتي. خرج ركب ركب هذا هاكو هاك ركب خذ تليفون. قرر لي يا هاي بالله عندها طوموبيله من هنا، طوموبيله من هنا. وحده هنا باش. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقلوه لكم من هنايا من حي السعاده بمدينه المحمديه. إذن هذه العملية ديال غلق الكراجات. عطينا الرأي ديالك، عطينا الرأي ديالك. إذن كما كتشوفوا، إذن عملية كبيرة اللي كديرها السلطات. بقاو معنا في البث المباشر ديال غلق الكراجات بالمحمدية. نذكروا السكان ديال المحمدية أن الرحبة راها تحلت من اليوم وفي متناول الجميع. إذن حملة واسعة اللي غادي تباشرها بعد قليل السلطات الترابية بعمالة المحمدية من أجل غلق جميع الكراجات كما قالوا لنا جميع الكراجات. إيش إذن مشاهدينا، بقوا معنا في البث المباشر اللي كنقلوا لكم من حي السعادة بمدينة المحمدية. كما كتشوفوا إنزال أمني كبير. نمشي لقدام.
دور هكا دابا شوف صافي قعد هكا شوف. اذا مشاهدي محمد بريس السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم كما قلت لكم مباشره من حي السعاده بمدينه المحمديه. السلطات الترابيه بدات هذه الحمله هذه يومين وبواحد القوه البارح في العشيه ما تمكناش من النقل ديالها بسبب التغطيه ديالنا لعدد اخر من التغطيات في مدينه المحمديه. اليوم غادي نواكبوا معكم هذه العمليه هذه منذ البدايه ديالها. الان التحاق عدد من القياد وعدد من رجال الامن لهاد القافله الامنيه الدوريه الامنيه. اذا بقاو معنا في البث المباشر. فين كي داير؟ هو قرار هذا اللي في المنتج والقرار قانون. إذن بقوا معنا في هذا البث المباشر. نمشيو نوريكم شنو ندوزو نوريكم من الجانب الآخر. هنا كما كتعرفوا مدينة المحمدية فيها عدد كبير من الكراجات، فيها عدد كبير من الكراجات ديال بيع الأضاحي. اليوم السلطات وكيف ما هو البارح غدا تقوم بعملية غلق هاد الكراجات هذه ديال بيع الأغنام والأكباش. معنا واحد من المواطنين، شريتي ولا مازال؟ مازال ما شريتي. معنا واحد من المواطنين، اجي قرب حضرتك شويه، شريتي ولا مازال؟ مازال. ها؟ مازال. شنو اللي كتفضل؟ واش كتشري الكراجات ولا من ولا الرحبه؟ احنا عادة كنشريهم من المحلات ديالهم في كيبيعوا. اييه. ولكن مع الأسف هذا العام هذا على حسب هذا الوباء وعلى حسب هذا المشكل اللي كاين عندنا احنا ديال تقريبا بحال قلتي حال الطوارئ. نعم. منعوا بعض الباعة باش يبيعوا لا في المحلات ديالهم ولا حتى في الكراجات الا بامر من السلطات المحليه، وهذه بادره مزيانه. نعم. غير هي خص السلطات المحليه يعرفوا على ان هاد الكراجات وهاد المحلات هادو راه كيديروا لنا واحد المتسع باش ما يكونش داك الازدحام اكتظاظ وما يكونش داك فوالا. يعني الرحبه الا كانت بهذاك الشكل اللي معتاد اللي حنا كنعرفوها راه خطر شي شويه واعره صعيبه ما يمكنش لهم على انهم يضبطوها وما غاداش تضبط. هذه مساله معروفه راه ما غاداش تضبط، واخا يبغوا يضبطوا ما تضبطش. يعني غادي يجي واحد الوقت ملي غتبقى ديك 3 ايام او 4 ايام لا سميتو العيد راه كيوقع واحد الاكتظاظ، كيكونوا الموظفين تخلصوا، كيكونوا الناس اللي خدامين تخلصوا، كيهبطوا كاملين دقه واحده لان هذه شعيره. اذا غادي نتابعوا معك ان شاء الله الحوار من بعد، لان كما كتشوف رجال الامن غادي نمشيو من هنايا. هنا شكرا. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر. الان غادي نتابعوا هذا. سير طلع انت. اذا غادي نتابعوا هذا العمليه ديال غلق الكراجات بمدينة المحمدية من طرف السلطات بحضور عدد من القيادة وأعوان السلطة ورجال الأمن والقوات المساعدة. إذا كما كتشوفوا بالصورة إنزال أمني كبير. يلا سير خرج.
كان المحطه الثانيه كما كتشوفوا كما كتشوفوا بها الصوره. اذا عدد كبير من القياد واعوان السلطه ورجال الامن بمدينه المحمديه اللي كيقوموا بهذا العمل. اجي تعال معايا. من الرحمه ولا من هذا سولو هذا ما عندوش علاقه باش دور عندي دور اجي هنا. السلام عليكم. منين كتشري؟ منين اش اللي كتفضل؟ كنفضل الكراجات انا. ها الكراجات كنفضل الكراجات. الكراجات علاش الكراجات؟ الكراجات كتشري الحولي كتخليه عنده. اييه تخليه عنده تقرب العيد. في الامان. اما الرحبه لا. ولكن دابا باش نكون واضح معاك، دابا مع هذه الحملات اللي كيقوموا بها السلطات مشكوره بطبيعه الحال على العمليه ديالهم باب التنظيم، كاين اللي كيخافوا انهم دابا يشريوا الحولي ويخليوه عند الكراجات، ولكن تقدر في العمليه ديال المصادره ديال الاكباش من طرف السلطات الحولي ديالك يقدر يضيع. واش انت باقي مع الفكره تحط تشري من عند الكراجات؟ وهاد اللحظه انا باقي ما غاديش نسري حتى نشوف هاد الشيء. يعني تغيرات لك دابا؟ تغيرات دابا ملي كنشوف الحمله وهذا ما نقدرش نسري دابا. تمشي عنده غيقول لك حولي كراسير عند السلطات. لا انا ما نسريش دابا تنشوف. تنشوف تنشوف. انت مولف كتشري بكري؟ كنشري بكري ولكن دابا ما ساريش. دابا ما ساريش. ملي كتشري انت من الكراج ولا من؟ لا خويا احنا جايبين الحولي هنا ماشي. انتم اللي كتبيعوا؟ كاينش هاد الحمله هذه اللي كيقوموا بها السلطات؟ يا ودي احنا هاد الشيء هذا ما بغيناش هاد المراحل نوصلوا ليها. لو ما بغيناش احنا المراحل نوصلوا ليها، لو علمونا ما نجيبوش. ما عندنا ما نجيبوش. دابا كارين ومصيرين ما شاء الله. والله ما عرفنا ما فهمتش. دابا ندمتوا حتى جيتوا ربما هذا العام هذا؟ ما نجيوش. اش كنجيو؟ ما نجيوش. ما كنتوش متوقعين غتكون الحمله بهذه الشراسه هذه؟ لا لا ما احنا ما فروسناش. لو كنت سنا برجات ديال الجدرميه وكون قالوا لينا ما نجيوش. معنا واحد من الكسابه. السلام عليكم. السلام. شنو الحمله هذه؟ نعم الحمله هذه اللي كيديروا السلطات؟ اش من الحمله هذا؟ وغادي اش من الحمله هو غادي لينا؟ ها هو شدوا انتم شدوا لي قالوا ديال الحمله شدوا. ها هو شوفوا بها الصوره. وحنا تمرتنا وكربشنا من صدينا. اول مره قلنا ما تكلوناش الكراج. تعال معايا تعال تعال معايا حتى كما كتشوفوا الصوره الان. ما علمكمش قبل. ما علموناش. ما علموناش. مفكرين شهرين باش كاين الكراج. يعني السلطات كانت عارفه. عارفه ما خاص يقولوا لينا. خاص يقولوا لينا ما تكرفسوش. ديك القلعه 60 باش كاين و100 الف مول الكراج. تكرفيس هذا صاحبي. حشومه والله لا حشومه. واش المخزن كيتعاون ولا مع المواطنين ولا مع اشنو كيفاش اجي؟ اربع شهور وحنا في حجر صحي دروك من يتنفس بغينا نبيع. كل عام كتجيو المحمديه كتسمع. كل عام كنجيو. ما عمر وقع عليكم؟ ما عمرش وقع علينا الشيء. تمحل الناس. كاري بالفلوس اشنو؟ مكرفسين اشي والله لا مكرفسين. احنا قدام كل الناس يعرفونا. كاع اللي كتموت. غير ما كتموت. الناس كيجيو كيحلوا ولدي. تعال شوف. يعرفونا الناس. هذه غلب الجهاز. هادي راه يخلم ولا الدجاج هادي. شنو هي هادي؟ شنو هي هادي؟ شنو هي هادي؟ راه عيب. دابا غتسدوا على حنا نردوا. يلا غتموت. غتموت البيع. غتموت لنا البيع بالصاد. غتموت لنا بالصاد. شوف عليكم اش كديروا. دابا 40 كاين. دابا كاين هنا في المحمديه 40 درجه كاين في المحمديه. تكرسوا علينا بزاف هاد الناس هادو. بزاف خاصنا رزقه على الجير. والله خاصنا رزقه بالله. انت مواطن واش كتشري من الرحبه ولا كتشري من الكراج؟ من الكراج. كتشري من الكراج؟ من الكراج. علاش سيدين هذه من الكراج منين كنشري؟ ما نكذبش على الله شهاده لله. هذه اييه هذه سنين هذه وانا كنشري من الكراجات وما مولفش كيكون هذا الشيء. اول عام شلنا هذا الشيء هذا صراحه. هي السلام عليكم. كتشري من الكراجات ولا كتشري من الرحبه؟ ما كنتشري خاطره من الرحبه خاطره من. شنو اللي كتفضل انت؟ شنو اللي كتفضل؟ والبلاصه اللي فيها حاجه مزيانه راه تنشرو منها. السلام عليكم. ملي كتشري انت؟ من الكراجات. من الكراج. علاش الكراجات؟ الكراجات مزيانين للدرويش. ولكن دابا انا شريتي من الكراجات والحولي ديالك كي السلطات كيصادروا لهم. انا عندي بيت. عندي بيت اسيدي. عندي بيت ما عندي غيديروا. السلام عليكم. هادشي بعدي باغي يكون. ما خاصش يكليو الناس. ما يديرش الكرا. بغيتي تقول خاص يعلموهم واقيلا. خاص يعلموهم. لا ماشي انسان يخسر مليون. ها هو 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 ها هو
الناس ما علموناش ما علموناش، جينا في الطريق ما قالوا لنا لا حبسوا في الطريق لا سيروا الرحبه لا والو، ما حبسونا في الطريق ما حبسوناش والو. منين جيتوا الى بلاصه؟ القلعه. ما القلعه؟ القلعه. ما القلعه؟ حتى واحد ما حبس. وتقول جا الميرا واقف حتى واحد ما حبسنا والو. اكتع قلنا العيد ما كاين. كيجيو هادو راه كل عام كيجيو. السلام عليكم. السلام. انا السؤال اللي طرحتي عليا سي حسن قبيله فاش قلت لي خالد على ما بغيتش تسري الحولي دابا، انا دابا كنسوف دابا هما قال لي داو حولي هزوا الدولي، بغيت نعرف انا علاش داو لي الحولي، اما يسدوا لي في مره وما يديوش لي الحولي، هادشي علاش ما باغيش نسال، هادشي علاش انا ما بغيتش نسال، على بحال كو السيد هزوا لي حولي حسوم دابا حنا دابا قال لك والله لا كتموت، راه شادي على عباد الله وشادي حقره، راه كتموت كلمه ربعه خمسه كلمه سبعه الحوالي، الغنم كتموت الناس في المكازا، هادشي كتموت الغنم في المكازا، دابا الخساره عندكم كبيره، الى خساره الخساره علمونا علمونا درنا رحبه يعمروا درنا خزين بحال ضروه بحال مديونه، هادشي كلشي فيه فهمتي، كاين عانا دابا هادشي كاين عانا، ما كاينش بلاصه مدن اخرين درواغ برشيد ديري لي سواق وخدامين اييه، ولكن هنا دابا اش غديروا؟ غتمشيو الرحبه ولا اش غادي ديروا؟ اش غنديروا؟ حنا عاطي رزقنا باغي نمشيو الرحبه، كاريين هنا علاش غنمشيو؟ حنا شاريين البهيم ما عاطيناش الماري، مخلصين فلوسهم وعاطي رزقهم، كي غنديروا دابا مشينا الرحبه وبهيم عباد الله معنا نمشيو نشوفوا عمليه اخرى. اذا بقاو معنا باش تشوفوا عمليه اخرى. اذا كما كتشوفوا تم كل حانوت كياخذوا منه حولي، السلطات كدر عليهم هذا. اذا كما كتشوفوا مشادات كلاميه بين الكسابه والسلطات. حيد 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 عيبك يا صاحبي. اذا كما كتش واش حد كيفاش دابا بهيم عباد الله عندنا شي حاجه من الناس واش كانوا عالمينكم؟ ما عالميناش، واش عالمين؟ راه ما عالمين لا ما والو، راه غنمنا كتموت، راه 120 ديال الحولي سادين عليها ب 40 متر وكتموت، راه غنمشيو تعال نشوف سادين لينا سادين خلاص الغنم كتموت، لينا الغنم ها هما سدوا لينا الغنم، شحال كاين ديال الغنم عندكم هنا؟ 120 ديال الحولي كتموت، 120 120 ديال الحولي كتموت، العلف داو لينا كيسرقوا لينا حنا العلف السرقه هي دابا لا 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 هاي شنو الملك؟ واش غنمشيو للحبس؟ غنمشيو للحبس، غنمشيو للحبس، غنمشيو للحبس، هاي شنو الملك؟ 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 مواطنين هادو راه باغيين يتقداو تي غيمشيو هادو اللي كيغوتو دابا مواطنين وكسابه، مواطنين هادو مواطنين الكسابه، راه كل واحد منين جاي راه ما غيتجمعوش، عاش الملك، هذا راه ظلم، راه حقره حقرونا هاد الناس، كل نهار كيجيو يقول لنا لا هادشي ما دير. اذا بقاو معنا نمشيو نشوفوا بلاصه اخرى. اجي اجي نعم قول لي كيفاش قلنا ما تجوش من القلعه، ما كانوش عارفينكم، ما كانوش عارفينكم، ما علميناش ما علميناش، داو لنا العلف كل نهار كيدو لنا حولي، راه شو ماشي احنا منين جايين؟ راه انا كنت ريتو شحال من مره داو لكم حولي؟ راه بلا عادات دابا الحولي حنا بايعينو، ودابا الحولي حنا بايعينو، واش دابا الا هزينا دينا نديو للمواليه؟ جبنا ومات غنديو جبنا الحواله اللي كانوا عندهم للمواليه وغادي نهزو نديوها، احنا بايعينها الغنم ديال المواليه اللي شارينو منها، لا نديوها لا ما نديوهاش المواليه، غادي لها البور يتكلف هو، وداو لنا الغنم والفلوس ولا كارت ودونا العرس، راه عار، عاش الملك، عاش الملك، الحولي كيموت المكازا، الحولي كيموت، الحولي كيموت، راه حاشا هذا قبل هذا عار، عاش الملك، راه
ليش على فهمني. اذا النصيحه اللي عندها للمواطنين اللي كيشرو من الكراجات ان كما قالوا لنا راه كاينين كراجات راه كاينين كاينين حواله ديال مواليهم اللي كيديهم السلطات طبعا على حساب العمليه اللي كيقوموا بها. اذا الامر صعيب بالنسبه للناس اللي كيشريو من الكراجات الان بمدينه المحمديه. هناك حمله كبيره وواسعة كما كتشوفوا بها الصورة عدد كبير من رجال الأمن والقوات المساعدة وأعوان السلطة. سامع كتفضل سيدي تشري من الكراجات أولا كتشري من الرحبة؟ شنو اللي كتفضل؟ الكراج. الكراج الكراج الرحبة باش فاهم. ولكن كما قالوا لنا دابا الكسابة اللي كاينين هنا قرب لنا الكسابة اللي كاينين هنا قال لك سيدي راه كاينين حواله ديال مواليهم اللي داوهم دابا السلطات يقدر يعني الحولي ديالك اللي انت غادي تشري من الكراج يقدر غادي يديهم. اذا كيفاش غادي يكون الوضع؟ واش يا السلطه اللي ما خصهاش ديرها هذه فوضى. خاص الحولي يبقى في الكراج لانه في امان. اما الرحبه هما كيقولوا راه ما كانوش عالمينهم. ايوا اذا كما كتشوفوا بها الصوره عدد كبير من رجال الامن إذن بقوا معنا في هذا البث المباشر اللي كننقلوا لكم مباشرة من حي السعادة حي الشرفاء شارع الشرفاء شارع الشرفاء بحي السعادة بمدينة المحمدية. حملة كبيرة ديال السلطات لغلق كراجات بيع الأضاحي. أنت كتفضل أنت كمواطن. يواصل اللي تقول لي أنا إذن بقاو معنا في هذا البث المباشر. أنت حتى من أصحاب الكسابة؟ أييه. الكسابة شرح لنا المشكلة، شرح لنا شنو المشكلة. جداو لكم شي حاجة؟ أنا كاريت 8 شهور هذه. أييه. من جيت من جيت الحولي ديالي خلع لي يومين تاع تبيع النص للمواليه والنص عندي. أييه. وجاو قالوا لي تفرق قلنا دابا كيديو لي شي حوالة. أييه. ما داوش شي حوالة ديال شي مواطنين اللي كانوا يشراو من عندكم. لحقت على الشيخ قلت لي الحولي ديالي عطيني الحولي ديالي عطيني 30000. عندك وراك؟ إيه عطيني 30000 قال لي بغيتي مابقاش نجي عندك. ما بقاش اللي حقك نوصلك نفوتهم عليك شيخ ديال تما داو علينا السير جمع عليهم ماكاز عطيناهم راه داو هذا راه منكر هذا شي كيدير شوف الضربه الاولى راه داو حنا سادين عليه الحولي كيموت حتى واحد ما سمعت واحد ما سمعت الشيخ انا عارفهم دابا حاليا داو من عندنا الفلوس ها هما كيدوروا هنا درنا معاهم يدينا من الماكاز. السميه ديالك عبد الرحيم اش من حين وشحال الرقم ديالو؟ ما الرقم ما عرفوش. شارع شرافة عفا هاد الشارع هذا؟ هاد الشارع هاد الشارع سعادة سعادة شارع السعادة راه جمعنا ليهم ما تلحقوكمش. إذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم مباشرة من مدينة المحمدية شارع الشرفاء بالعالية بالسعادة. إذا غادي نحاولوا نرجعوا باش ناخذوا الطوموبيلة بقات بعيدة الطوموبيلة بقات بعيدة ولكن غادي نرجعوا باش ناخذوا الطوموبيل. هذا هو الإشكال غادي نرجعوا ناخذوا الطوموبيل رجعوا لها من هنا صافي هاك هاك حيد هذا نمشيو نشوفو السيارة باش نلتحقو بيهم وبعدين يقدروا يمشيو للقصبة يقدروا يمشيو لمناطق أخرى. هاتي جيران
إذا وصلنا الآن، وصلنا السيارة باش نتبعو نلحقوا بالدورية الأمنية اللي فيها القيادة وأعوان السلطة ورجال الأمن والقوات المساعدة اللي كيقوموا بعملية غلق الكراجات. إذا عدد كبير من أصحاب الكراجات اللي كيندوا ويبكيوا ويشكيوا على أن الأغنام دابا لسدوا عليهم غادي يموتوا، وكاين الحرارة والفلاح متضرر، راه هذا هو المشكل اللي كاين. أنا كنت كنتمنى أنه بالإضافة لهذه الدورية هذه يعني تكون معهم الشرطة الإدارية بجماعة المحمدية اللي تحت أصحاب الكراجات وتوعيهم باش أنهم يمشيوا للرحبة، لأن باش ياخذوا لهم مثلا حولي ولا هذا غادي يديو باش ما يبقاوش هذا ويسدوا لهم الكراجات، ولكن الكراجات راه فيهم اغنام، هذيك الاغنام راه غادي يبغيو يعيدوا بها المغاربه. ما عرفناش دابا منين دازوا، شوش كيبانوا لكم تما؟ كيبانوا؟ لا دابا لا حتى واحد ما كيبانش تما. واخا غادي ندورو من هنا باش نمشيو للحال، نمشيو للحسنيه، نمشيو للحسنيه. بقاو معنا عندك كنقول لكم مباشره المحرسه كبيره، لانه من المفروض القياد يعلموا اعوان السلطه باش يعلموا موالين المحلات اللي كيبيعوا الكراجات، وكيكونوا القياد عارفينهم، كيعرفوا هذيك الدار هذيك الكراج راه كيتكرى فيها من العام للعام. يعطيهم واحد المراسله ورقه من عند السيد القائد على انه ما تكريش هذا العام، راه غادي تكون واحد الحمله. هذا هو التنظيم. اما باش غادي يبدا هذيك البلاصه ما كانش فيها الريزو، الاخوان سمحوا لينا وقالا ما جاوش هنا حتى هنا ما بانوش ليه كاينينش هنايا. لا نجوبها ما عرفناش السلطات فين مشاو، حنا نقلبو عليهم حنا كنقلبو عليهم. عاوتاني راه مشكلة اللي داروا، اللي مشاو واحد ثلاثة ديال الكراجات وما داروا وما كملوش، راه مشكلة خاص الجميع، راه مشكلة والله إلا مشكلة في هاد المحلة، خاص كلشي مشكلة. شوفي راه جاو محلين مشكلة. ألو نكي كيداير بخير؟ أنا فت مباشر أخويا، فت مباشر غير واحدة الكراجات كيسدوا ليهم سهلة، الكراجات كيسدوا سلوطات شكون يسدوا ليهم فهمتي؟ يلاه إلا بلات حسبات مباشرين دابا. شوف اش جاو لا شنو بان لي هو مزيان، مكاينينش مكاينينش؟ لا إذا فين مشاو هادو؟ إذا قدام المقاطعة باش نوضحوا لكم، قدام المقاطعة الحضرية الرابعة راه كاين احتجاجات، كاين احتجاجات من نوع اخر ديال صحاب ديال الباعه المتجولين، راه غادي نرجعوا لهم. الا كانوا كيسمعوا لينا من قبيله هما كيعيطوا، ها هو التليفون كيعيط باش نمشيو عندهم، ولكن راه ما يمكنش لانه حنا في واحد التغطيه اخرى حتى هي مهمه، وهي ديال عمليه غلق الكراجات. نمشيو
كايناها في هذا هنا ما عرفتش الضغط فين. إذا بقاو معنا كنقلوا لكم من بنت محمد التاسعة ديال السلطات الترابية واللي كيقودوها عدد من القياد من أجل غلق الكراجات. إذا حملة كبيرة ديال غلق الكراجات بالمحمدية وخاصة حي السعادة والحسنية. هاد الأحياء هادي معروفين في المدينة بكثرة الكراجات ديال بيع الأضاحي. المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهدة باش نوضحوا لكم ونوضعوكم في الصورة، كنا في البداية ديال التغطية كنواكبوا العملية مباشرة بحضور القياد وجميع السلطات. لكن الابتعاد ديالنا عن السيارة هو اللي خلانا نفقدوا الاتصال بالموكب الأمني ديال القياد ورجال الأمن. الآن كنحاولوا نقلبوا عليهم باش نشوفوا العملية فين كيباشروها الآن. شو كيجي؟ قرصان؟ هنا دابا غنمشيو لنيشان ولكن تما كرا ما كاينينش الكراجات في القدام. كاين أصحاب التليفونات. مازال باش الدور ما مشيني الصيدلية والدور. فين الصيدلية؟ هاد الصيدلية اللي قدام. نخرج للشارع؟ لا ما كاينش نمشي لا هكا. حدا في ديك البلاصة. إذا راهم وقيلا بانوا لينا. البوليس. عاد صافي تحت. الو انا كيبان انا تفرجت ما عرفتش حيت كانوا معاهم هاد خلينا نشوفو شوف لي المشكل كاين شي كراجات هنا يا خالد كاين كراجات ماشي ما بالك يا صاحبي راه صافيت هي هذيك راهي صافيت تماك ها لقيناهم إذا بقاو معنا في هذا البث المباشر استطعنا نحصلوا على رجال تحصلوا على الجملة شي قال ولا ليه يلا سي الله ما لازمش نزري ما نطيح التليفون إذا كما كتشوفوا بها الصورة عدد كبير من رجال الأمن هاتكم كتشوفوا العملية أجينا هذيك كيف كتشوفوا العدد ديال الاضاحي هز شويه الله يلعن عليك والله الله كما كتشوف الصوره الله يلعن الله يلا منكر وما تاخونا كتكرفسوا علينا صاحبي داونا كيدونا الحواله من المكازا كانوا شحال منكم ما عالمينا ما والو كيف رعوا الريدي وديونا شي حواله ثلاثه للمكازا راه هي المره الثالثه ما كيديو لينا في الحواله المره الثالثه هي المره الثالثه كنجيبوهم من المقاطعه ويديو اليوم ثاني اييه واش قالوا لكم دابا اليوم واش قال لكم الله الوكيل راه الناس راه الناس راه قتلونا واش العيد كاين كاين لما قلت شي قانوني علاش كيديو لنا حوايج سميتو علاش ديما كتجيو المحمديه ديما 10 سنين هذه راه حشومه على حشوم راه شادي المكازا بمكازا اذا نمشيو نجيبو شرطه موبيله هاك شوف الميكرو غتجيبها
طلع ما يطلع معي.